صباح الخير كلكم، بنرحب بيكم ونحن طيبين انتوا كل اللي بيشاهدونا على شاشه سبعة. ارجو ان نقف جميعا لنبدا هذا الاجتماع بالصلاه. اهتفي للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم معاه، ادخلوا ابوابه بحمد، ياره بالتسبيح، احمدوه وباركوا اسمه، لان الرب صالح الى الابد رحمته والى نوع فنوع ابدا. يا رب القدوس من كل الارض نحمدك ونعظم اسمك لانك اتيت بنا الى بيتك في هذا الصباح. يا رب نحن نتيقن من وعدك القائل ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم، وانت الذي وعدت وقلت ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. يا رب بايمان ناتي عالمين ان حضورك قد سبق حضورنا، وانا يا رب نستطيع ان تعطي لكل واحد فينا ان يختبع التواجد في محضرك والفرح من عباده الصادقه لجلالك. يا رب اطلق علينا بنور وجهك، فرح قلوبنا يا رب من اقتراب اليك. هب لنا مع كل شعبك يا رب ان نفرح بالافراح السماويه التي وهبتها لنا في شخص ربنا مخلصنا يسوع المسيح. يا رب صلي نعمه وبركه على حياه كل انسان موجود في هذا المكان وكل انسان يشاهد هذا البرنامج ايضا. مد يدك يا رب بالبركه، مد يدك بالبركه الى شعبك وإلى بلادنا المحبوبة سيدنا الرب. نشعر في هذه الساعة كل من طلبوا أن نصلي لأجلهم وكل مرضى شعبك والحنانة والواقعين في ضيقة، يا رب الجميع اجمعنا حولك وأعطنا معا أن نفرح ونتهلل بالإيمان المشترك. باسمك نصلي ونقول الإعامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. أقرأ على مسامعكم فصل من الإنجيل من أحداث القيام، ولأنه البرنامج اللي احنا هنشارك فيه النهاردة مبني على الأيام بتاع الجمعة والسبت والحد، فرحبت القراءات بتاع الأيام دي عشان هم هيغطوها في البرنامج. لكن هقرأ ما جاء في يوحنا 20 من عدد 19 إلى عدد 29. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كانت تلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إن رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. وأما توما أحد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له تلاميذ آخرون قد رأينا الرب. فقال لهم إن لم أبصر يدي أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه نؤمن. وبعد ثمانية أيام كانت تلاميذه أيضا داخلا وتوما معه. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يبارك لنا رب هذه القراءة. أستاذينكم نقف مع بعض وإحنا بنسبح الرب.
احنا جايين النهارده نعيد، بس احنا جايين نعيد ليسوع. امين. احنا جايين نعيد ليه هو النهارده. خلونا ناخد لحظات، غمض عينك، تعالوا ناتي ليه بكل القلب عشان نعبده ونكرمه، لانه الهنا قدوس ومهوب. خد لحظات على حساب عمل الصليب، تعالوا ندخل مع بعض لمحضر العلي، لقدس الاقداس، نحتفل بالهنا ونتوجه. نأتي لك يا ربنا، نهدي لك إكرامنا، ونطرح أتني لنا أمام عرشك في السماء. نأتي لك، نأتي لك يا ربنا، نهدي لك إكرامنا، نهدي لك إكرامنا، ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء. ما أبهى ما
ذبيحة الحمد. احنا جايين نقدم ذبيحة النهاردة لإلهنا. احنا مش جايين نحتفل بأعمال الرب عملها، احنا جايين نحتفل بشخص الرب يسوع اللي قام الأموات. الكتاب بيقول الروح الذي أقام يسوع من الأموات هو ساكن فين؟ فينا. تعالوا النهاردة نسبح ونهتف الإله اللي قام الأموات. تعالوا نعيد ليه، تعالوا نحط عينينا عليه ونتوجه على حياتنا وعلى بلدنا النهاردة. أمين أمين. لك نرفع ذبيحة الحمد، نسبحك بطيبات القلب، أنت نشيدنا بهجت قلوبنا ونبع سرورنا، نعيد لك نحتفل بك، لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا، نعيد لك نحتفل بك، أنت فرحاتنا بالحمد نبتهج بك.
وثقوا بالايادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. بالايادي صفقوا، اهتفوا لله جدا. هو غلب الموت، هو قام من الأموات، هو عالي، هو مرتفع، هو الألف والياء، هو البداية والنهاية، هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو الطريق والحق والحياة. تعالوا نسقف ليه، تعالوا ننغم ليه، تعالوا نفرح بيه النهاردة، تعالوا نعظمه ونتوجه ملك على بلدنا. بالأيادي صحيحوا
إلهنا مرتفع. عايزين النهاردة نقول قولوا قام من الموت، والموت إيه؟ ملوش سلطان. عايزين نعلن، عايزين نهتف، عايزين نصدق النهاردة ونشوف إلهنا الملك وهو ماشي في أرضينا وهو بيغلب الموت. كان في حاجتين النهاردة بفكر فيهم في الدقايق دي. أول حاجة أني معيش جيتار، وقعدت أفكر أجيب جيتار ولا لأ. اكتشفت أن نفسي أسقف النهاردة الملك الملوك، مش عايز جيتار، أنا عايز أسقف ليه، أنا عايز أفرح بيه، أنا عايز أصدق أنه تسقفنا وهتفنا بيهز الأرض دي. كم واحد مصدق معايا النهاردة وإحنا بنحتفل إلهنا بيتحرك وسط تسبيحنا، إلهنا بيتكلم، إلهنا بيعلن عن ذاته، والكنيسة بتسبح وبتهتف وبتسقف لأنه ملك كبير على كل الأرض. إحنا بنسبح بالروح والحق. الروح اللي فينا هو ضد العالم، الروح الذي أقام يسوع من الأموات هو روح الحياة. والنهاردة في العالم مش بس في مصر في روح الموت، وروح الموت هو ضد إيه؟ روح الحياة. أنا مصدق النهاردة أن إحنا نغلب الموت اللي بيحصل في بلدنا بتسبيحنا اللي خارج بروح الحياة، وبإعلاننا أن يسوع حي، إلهنا حي، إلهنا موجود. زيدوا المسيح تسبيح لأنه موجود، لأنه حي، لأنه موجود وبيتكلم وبيتحرك وبيشفي زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمته، زادوا الأبطال أبطاله، يمشوا بالصليب قدامته. زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمته، زادوا الأبطال أبطاله، يمشوا بالصليب قدامته. قولوا أهو الموت ملوش سلطة، وما فيش إلا
تفضل استريح. كل سنة وحضراتكم طيبين، وياريت ترنيمة الفرح دي تملأ قلوبنا وإحنا بنعيد النهاردة، وتملأ بلدنا وإحنا بنعيد الأيام ديت. النهاردة اللقاء دوت لقاء بينا ككنيسة قصر الدبارة. الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجليلية كان بالأمس في مدينة نصر، في الكنيسة الإنجليلية بمدينة نصر، وكان في الوفود الرسمية اللي جاية تهنئ الطائفة الإنجليلية. لكن النهاردة بينا ضيوف كتار قوي جايين بصفاتهم الشخصية ولعلاقتهم بينا، مثالي بسبب الثورة يعني، فبقينا أصحاب وبقينا عندنا حاجات كتيرة قوي مشتركة، وبقينا مش بنعرف نعيد من غيركم. يعني بقى العيد ان انتم معانا، وضد الفتاوى بتاع عدم يعني انك تعيد على اخوك التاني في عيده الثالث. فمتهيألي خلينا ندي يد لكل اصدقائنا واحبائنا اللي معانا النهاردة. لسه بعض الأصدقاء والأحباء، لسه في أصدقاء لسه جايين، البعض كان عنده ارتباطات وقال هنتأخر، فإحنا شرف. عشان كده إحنا لسه سايبين بعض الأماكن فاضية، والناس بتقول بتسيبوا مكان فاضي كتير قوي أهو اتملى ومش لاقين مكان، فاعذرونا لأن أصدقائنا ليهم أولوية يكونوا معنا في هذا اليوم. زي ما قلت الحفل ده حفل غير رسمي، وشايفنا مش رسميين خالص، وطريقة عبادتنا مش رسمية خالص خالص. احنا بنحس قدام ربنا نكون طبيعيين ونقول له من قلبنا كلام حقيقي مليان لحن وأغنية جميلة. وقبل ما نسمع أنشودة القيامة النهاردة من الفريق اللي قضى وقت طويل في التدريب عشان يقدم لنا الأنشودة الجميلة ديت، معنا صديق وأخ وشخص عزيز، ومعنا برضو بصفته الشخصية الدكتور قس أندريا زكي، معنا بيعيد معنا وبيعيد معنا ككنيسة. هو المدير العام للهيئة القبطية الإنجليلية للخدمات الاجتماعية المشهورة بدورها الإنساني في المجتمع المصري من سنوات طويلة جدا لخدمة مصر، مسلمين ومسيحيين، ويمكن مسلمين أكتر بكتير قوي من المسيحيين. ومن الهيئة دي احنا تعلمنا حاجات كتير قوي ككنيسة، فكتير من البرامج بتاعتنا اللي عملناها لعلاج المدمنين والمستشفى وأخراتي والأمور التانية دي كلها، ومحو الأمية اللي بدأها القس منيس عبد النور أيام ما كان قبل ما حتى ما يبقى فيه الهيئة القبطية، فإحنا في أشياء مشتركة كتيرة تجمعنا مع الهيئة القبطية. هو موجود معنا النهاردة، وأنا طلبت منه أن يلقي كلمة صغيرة يعيد بها علينا وعلى بلادنا مصر. خلينا نحيي الدكتور قس أندريا زكي. شكراً أسيس سامح بتربطني به صداقة شخصية، وأنا شخصياً بعتبر كنيسة قصر دبارة علامة من علامات الثورة اللي احنا بنفتخر بيها كلنا. أنا كلمتي ليكم النهاردة بنيها على قصة قديمة من سنين طويلة. شعب إسرائيل كان دايماً شعب بيخش في معارك وحروب، ومن سنين طويلة دخل في معركة مع البابليين، وكانت نتيجة المعركة دي إن البابليين سابوهم بعد ما هزموهم، أخدوهم لبابل وسابوهم، بمعنى أخدوهم للأسر في بابل. ولما كانوا في بابل وهم مأسورين أو مسبيين، قالوا لهم عايزين نسمع منكم ترنيمة من ترنيماتكم، عايزين انكم تغنون لأغنية من أغنياتكم. فالناس دول اللي في الأسر قالوا كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ ما نقدرش، لأن دول كان عندهم مفهوم قديم يرتبط بمفهوم الأمة والأرض والعقيدة. مفهوم الأمة والأرض والعقيدة مفهوم قديم مش مفهوم جديد، وكان عند اليهود من زمان،
قالوا ما نقدرش واحنا في السبي، ما نقدرش واحنا في الأسر نغني أو نرنم ترنيمة من ترنيمات صهيون، انفعنا هذا كيف ننساك، ما نقدرش نغني معاكم، ما نقدرش نفرح معاكم لأن احنا بعاد. ويمكن الحوار اللي كان بين السيد المسيح والسامرية بيعبر عن نفس المعنى. بعد حوار طويل بتقول له المرأة السامرية: يا سيد، انتوا بتقولوا ان العبادة في أورشليم، وأبائنا بيقولوا العبادة في الجبل. انقسام سياسي وانقسام عقائدي وانقسام له علاقة بالأرض أيضا. وهرجع لإجابة السيد المسيح للمرأة السامرية في آخر كلمتي. ويمكن البعض يتساءل: إيه علاقة القصة القديمة دي بالقيامة؟ القصة القديمة دي أنا باخد منها معنى مش معناها الحرفي، باخد معنى السبي، معنى الأسر، وإنه السبي مش بالضرورة يكون سبي مكاني، السبي ممكن يكون حالة، الأسر ممكن يكون حالة. وأنا بحس إن في الظروف الصعبة اللي بنعيشها النهاردة إحنا عايشين في أسر، عايشين في سبي. النهاردة لما نسمع فتاوى متشددة تربط العقيدة بالمناسبة الاجتماعية وتميز بين المصريين، التنوع العقائدي بركة والاختلاف العقائدي شيء طبيعي، لكن هذه النوعية من الفتاوى تجعلنا في سبي ثقافي واجتماعي جديد، بياخدونا لأرض فيها فرز وفيها رفض. النهاردة لما بنعيش مرارة التراجع الاقتصادي والبطالة بتزيد وإن الناس مش لاقية تاكل، في 2010 كان في 40 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، 2 دولار يعني 12 جنيه في اليوم للعيلة، النهاردة تجاوزوا 50 مليون. لما الإدمان بيزيد، لما الناس بتفقد وظائفها، لما الناس بتشعر بخطر الجوع، ده سبي اقتصادي، ده أسر اقتصادي، أنا بشعر بالغربة. النهاردة لما بتهتز المعاني العميقة لدولة القانون، ولما بيكون هناك غياب لمفهوم القانون للفرد والجماعة، هذا الاهتزاز بيجعلني لا أشعر بالأمان. لو أنا حبيت أعدد أنواع كثيرة من الأسر اللي بنعيشه النهاردة نتيجة الظروف الصعبة هتكون كثيرة. والسؤال: حتى ولو كانت الظروف هكذا، إيه اللي تقدر تقدمه القيامة لمصر؟ اللي يقدر يقدموا مفهوم القيامة لينا النهاردة. على فكرة تلاميذ المسيح أيضا قبل الصليب كانوا في نوع من السبي والأسر، هم كمان كانوا متنوعين ومختلفين. البعض منهم تصور أنه ملك هيحرر أورشليم ويقيم مملكة أرضية، البعض منهم تصور أنه هيعمل مملكة عابرة للأمم وأن واحد هيكون يمينه وواحد عن شماله، البعض تصور أنه هيحقق أحلامهم. كانت فيه أحلام ورؤى متنوعة ومتعددة، وكل واحد كان أسير فكرته، وجي الصليب عشان يضيع كل الأحلام دي، وجي الموت علشان يقول أنه مفيش أمل، أنه مفيش رجاء. لكن فكرة القيامة كانت للجماعة دي أنه في اللحظات اللي غاب فيها الأمل، في اللحظات اللي مفيهاش رجاء، في اللحظات اللي الحلم انكسر عند الصليب، تأتي القيامة كمفهوم جديد، إعطاء نور وأمل جديد للذين لا أمل لهم. حتى وإن اختلفنا عقائدياً في مفهوم القيامة، الفكرة العميقة في القيامة أنها رجاء لمن لا رجاء لهم، أنها أمل لمن لا أمل لهم. قوة القيامة مش بس إن المسيح انتصر على الموت وقام، قوة القيامة إنه المسيح غير فكر الجماعة اللي معاه، وكانت القيامة طاقة نور جديدة استطاعت الجماعة دي تعرف العمق والغنى اللي في شخص المسيح. وأنا بقول النهاردة إن كنا في سبي، إن كنا في أسر، إن كنا في تراجع، إن كنا في قلق، إن كنا في خوف، إن كنا في إحساس بعدم الأمان، كل ده أمام فكرة القيامة كطاقة نور جديدة وكأمل جديد للذين لا أمل لهم، هو ده رجائي، هو ده إيماني ببلدي، هو ده إيماني بكنيستي، هو ده إيماني بحضراتكم جميعاً، أن القيامة هي طاقة النور
هو الأمل اللي احنا نقدر ككنيسة نقدمه للمصريين ونقول لهم لو غاب الرجاء في رجاء، ولو غاب الأمل في أمل. كل سنة وانتم طيبين. من صدق خبرنا؟ بالضيق والقضاء قبض عليه، وفي جيله من كان يظن أنه استؤصل من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل اسم شعبي، جعلوا قبره مع الأشرار ومع ثري عند موته، على أنه لم يرتكب جوراً ولم يكن في فمه غش. وغاب نهار الجمعة والظلام مع الكون انكفى، تقيل وحزنان ومليان بالكره والجفا، فين اللطف والحنان؟ فين مشاعر الحب والدفى؟ فين اللي جال يصنع الخير والكل المتسلط عليهم إبليس شفا، اللي نادى بالخلاص والتحرير وداوى عذاب الضمير ومن تقل ديونه عفا؟ معقولة؟ معقولة دي النهاية وبالموت موسومة؟ تقيلة يا ظلمة الجمعة، ظلمة ولا مظلومة؟ ولا الحق فيكي ويموت المصلوب اختفى؟ ولا هم كانوا ثلاث سنين بالنور مليانين وفجأة النور انطفى؟ والغريب في جمعة الموت وفي سبت السكوت إن بس جنود الشر مهللة وريسهم بالموت احتفى. Thank you.
فيا بني شعبي اسمعوا هذا الكلام، أن يسوع الناصري رجل أيده الله بمعجزات وعجائب وعلامات أجراها على يده بينكم كما تعلمون. مع ذلك فقد سمح الله وفقا لمشيئته المحتومة وعلمه السابق أن تقبضوا عليه وتصلبوه وتقتلوه بأيدي الأثمة. وأنا ملتني الضلمة بالحيرة ونفسي تشتتت، هي كانت حقيقة ولا حكاية خيال وتبددت، والوقت تقيل مش ماشي، وحتى نهار السبت ما هواشي نهار، من كتر ما سحب الشك فيه تمددت، والوعود بانت سراب من بعيد، والحق تاه ويا الظلم الشديد، وهجم الخوف العنيد والأمال اتفتتت. هو ينفع يكون في أمل ويا حنوط وكفن وقبر فيه اندفن على بابه حجر مهول وأختام حكام فوقيه تثبتت؟ شافوك عرفوك، والكون بيرفع صوته يقول ليه تصلبوا ملك الملوك. دجال وياما صنع آيات، والكلمة من وقام أموات، مين اللي يستاهل يا يسوع يسيب عشان I'm not afraid.
عشان إليه يرفعنا. ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف، وكان هو أيضاً منتظراً ملكوت الله. فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعاً، فدعا قائد المئة وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف، فاشترى كتانا وأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا كبيرا على باب القبر. وفي القبر حطوه بعد ما كفنوه. أنا مش قادر أكذب عليكم، ولو إن الكذب ما فيهوش حاجة، أنا فرحان أخيراً مات. فين السلطان والمعجزات؟ مات بجد، مات. سواء كان نبي عظيم وليه سلطان وجاه، أو كان المسيا اللي الناس مستنياه، أو حتى ابن الإله، مادام إنسان يموت أهو مات الآن. هو يعني يفرق ايه؟ كل البشر تنولد وتعيش، ومهما العمر طال لازم بالموت تنطال. كل الخلق ومهما العمر طال لازم بالموت تنطال، وكل الخلق على ذا الحال. والدليل اهو اهو، قبر محزم بأختام شلها محال. Thank you.
وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب أنه قد قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. عارفين؟ عارفين أنا كان نفسي مين يكونوا موجودين؟ البنت بنت ييروس، والواد، الواد ابن أرملة تنين، والعازر. فاكرين العازر؟ ده كان واحد من الميتين. أهو كان نفسي يكونوا كل دول على موته شاهدين. لكن خلاص مات، اللي قومهم من الموت مات، وكم يوم والناس تنساه، وأنا كمان أنسى اللي قسيته معاه، وأرجع من تاني ولملم سلطاني اللي اتبعتر وانكسر. ومادام هو انقبر يبقى لسه كل البشر في ايدي ممسوكين. كيف يقتل يسوع إذ أحب المذنبين؟ حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين، حتى تكتب النهاية مات بين المجرمين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب. وهو مسحوق الفؤاد، وهو مجروح الجبين، قد رواها لي قد أميت الحب ظلما، قد أميت بالصليب. منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين. إنه حب سيبقى أبد الدهر يدوم، ليس حب مثل هذا صادق دوما حنون. إنه حب سيبقى أبد الدهر يكون، ليس حب مثل هذا صادق دوما حنون. قصة الحب العجيب تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب. وهو مسحوق الفؤاد، وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم،
وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. وأنا شايفك يا رئيس سلطان الهوى فرحان، فرحان بالقبر والموت. ما أنت في القتل فعال، ومن البداية بالقتل منعوت. جبار ومتعافي على كل ولاد آدم، من يوم ما سقط آدم بالع ولاده واحد ورا التاني حوت. وسط البكا والنواح الكل ليك مستباح، لا قدر حد يمر ورا من ولا من ايديك مفلوت. جمعة حزينة وسبت محزون، خلاك تكون بسلاحك متباهي ومتزاهي بالجبروت. بس إياك إياك جبروتك يخليك تصدق إن الأمور في إيديك، وإنك متحكم في الملكوت. علشان الجمعة والسبت وراه جاي حد بجواب لسؤال اوعى تنساه، اوعى تنساه. هو ممكن لرئيس الحياة يموت؟ وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم.
تنبأ النبي إشعياء قبل مجيء السيد المسيح تقريبا بستمائة عام عن دفن المسيا في قبر خاص، وهذا تحقق بالتمام عند دفن السيد المسيح طبقا لما جاء في البشائر الأربعة. فلقد دفن السيد في قبر متميز محفور في الصخر لم يدفن فيه أحد من قبل. كان صاحب هذا القبر هو يوسف الرامي، وكون القبر محفور في الصخر يدل على أن صاحبه من الأثرياء، فحفر قبر في الصخر ليس في مقدور الإنسان اليهودي العادي، فهي عملية مكلفة للغاية. وبالتأكيد كان يوسف الرامي يعد هذا القبر لكي يكون قبره الشخصي، ويوسف الرامي هذا كان تلميذاً ليسوع لكن في الخفاء، وهو الذي طلب من بيلاطس جسد يسوع بعد موته على الصليب. ولما تحقق بيلاطس من قائد المئة المكلف بعملية الصلب من موت السيد المسيح على الصليب وهب الجسد ليوسف الرامي الذي أنزله من على الصليب وكفنه ووضعه بمعاونة نيقوديموس في القبر الخاص به، وشاهد دفن السيد المسيح في القبر المريمات التي كنا يراقبن المشهد عن كثب. وبعد تمام الدفن سدوا فتحة القبر بحجر كبير لم يمكن رفعه، فدحرجوه دحرجة لثقله الشديد. وعندما شكك الفريسيون الحاكم بيلاطس في إمكانية سرقة التلاميذ لجسد المسيح ليلاً، أمر بحراسة القبر والتي تتم طبقاً للنظام الروماني بطاقم من الحراس يتكون من أربعة مجموعات، كل مجموعة أربعة حراس تتناوب الحراسة لمدة 3 ساعات على مدار 24 ساعة. كما أمر بيلاطس بختم القبر بختم الإمبراطور، ولكي يتم ذلك كان لابد أن يعاد فتح القبر للتأكد من الجسد الموجود بداخله ثم غلقه مرة أخرى ووضع الحبال على الحجر من الخارج وتثبيتها بالأختام الشمعية، والتي كان فضها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الروماني. يومين مروا جبل، لا عارفين اللي حصل ده كان صدفة ولا حد بكده أمر. بعد كل التعذيب يموت الحبيب، يموت دمه سايل على خشبة وبطعنة حربة في جنبه اتغدر، يموت الحب اللي كانت أيامه عشان الكل. يا ما شفا بارك، أكل فتح عيون، حب البشر، وأنا واحدة من اللي قابلهم، وكنت لا أنا ما كنتش، أنا اللي مني كان مجرد بواقي كيان اندش وانكسر. أنا المجدلية، حياتي في الشر كانت مسبية، وما قابلته خلصني من كل اللي فيا وفيا انتصر، غيرني وشال أكوام الهم من قلبي. مين دلوقتي يشيل من قلبي الهم القدر؟ يومين بلا أمل نبكي، للاقين في أي شيء عزا، والقلب بالحزن انفطر. لمينا الحنوط والعطور وخرجنا بدري قبل النور، رايحين على البستان البعيد
لا هممنا ريح شديد ولا وحوش ولا أي خطر، جوانا هم واحد، سؤال واحد على بالنا خطر: مين يرفع علينا من على فم القبر الحجر؟ مين على الصليب حملت عاري، فيه افتخاري، انت إلهي، انت حبيبي ومخلصي. على الصليب صرت الشفاء، الصلب يا فادي لولا حبك وقت عنادي، عند صليبك صوت بينادي، صوتي خلي القلب يقول لولا موت
الصلب يا فادي لولا حبك وقت عنادي عند صليبك صوت بينادي صوت يخلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي انت نوري وكل حياتي اتحمل بالصلب بدالي كان الدم التمن الغالي ظهر قلبي وغير حالي خلى صوت القلب بعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه فيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة وإذ كن خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قال لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام وخلص السبت بهمومه وعدى يومه بدون أسف وقبل ما يبان لفجر الحد شعاع شق من القبر نور لماع بظلام الكون عصف فبان سر من أسرار الإله وقوة رئيس الحياة وخير عالشر اتنصف قام جسد حقيقي رغم صلب الموت كان عنوانه ورغم دم حقيقي قدام الكل اتنزف قام دايس رئيس الشر وسلطانه وأعوانه خلى كل الكون هتف يحيى الحق يحيى الحياة
يحيى الطريق، يحيى الحب اللي بالمحبوب اتوصف وهتف، فين شوكتك يا موت؟ فين قوتك؟ فين سطوتك؟ فين ذلك للناس اللي عملوا هدف؟ خلاص ما عدتش ماسك بايدك البشر، سلاحك انكسر وعريك قدام الكل انكشف. وانا اللي كان مليين الخوف ومشتتني، اما بص على القبر الفاضي الاخوف اتنسف، الاخوف اتنسف، وثبت عيني على انتصر واسبق زماني فيزيد ايماني، واسمع بوداني ترنيمة قيامة احلى فنالة للحن الحب اللي في ملء الزمان اتعزف. Yeah.
قبل أن أقدم كلمة قصيرة جدا عشان وقتنا في احتفال هذه القيامة مرة ثانية تالي أغلب ضيوفنا وصلوا، اللي عندهم ارتباطات جم متأخرين واللي جايين من بدري. احنا لأن ده مش احتفال رسمي فمش بنرحب بكل شخص باسمه وبما يمثله، لكن احنا مسرورين جدا لوجود أحبائنا وأصدقائنا وشركائنا في هذا الوطن اللي جايين يعيدوا معانا ويقولونا كل سنة وانتم طيبين. ممكن كل ضيوفنا يقفوا عشان نحييهم من فضلكم. ممكن كل ضيوفنا يقفوا. ما افتكرش ان عندنا كلمات نعبر بيها عن تقديرنا لوجودكم معنا النهارده. وبالمناسبه بنهني فضيله الشيخ مظهر شاهين بحكم المحكمه وبعودته الى منبره والى الجامع بتاعه. أقرأ كلمات قصيرة كتبها، كان على قلبي النهاردة أني أقول أنشودة الحب، وبعدين فوجئت أن الكنتاتا كلها بتتكلم عن أنشودة الحب. كتب بولس الرسول في رسالته لأهل فيليبي جزء من الترانيم اللي كانوا بيرنموها في العصر الأول الرسولي، وكتب وقال: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه كل اسم، لكي وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. قصة الحب العجيب، قصة ابتدت من يوم أن الكلمة صار جسدا وولد من مريم العذراء في بيت لحم في مزود بسيط جدا. من أولها قصة حب وتواضع مذهل بتعلن عن الحب الإلهي وتواضع الإله العظيم العلي المرتفع. في الحب والتواضع وجهي عملة واحدة لا يمكن أن نفصلهما الواحد عن الآخر. والقصة ديت خدت سنوات لغاية حادثة القيامة والأربعين يوم اللي تلتها، إلى أن صعد المسيح أمام عيون تلاميذه كلهم وأخذته سحابة عن أعينهم. القصة دي بتقول إن الحب قهر البغضة والأنانية. القصة دي بتقول إن التواضع هزم الكبرياء والتعالي والحسد والحقد اللي في قلوب الناس. أيوة، الحب أقوى من الكراهية والتواضع أقوى من الكبرياء. القصة دي بتقول كده، والدليل هو القيامة. في يوحنا لما بيحكي قصة مولده بطريقة لاهوتية زي ما كتبها بولس، بيقول: الكلمة كلمة الله صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجد وحيد من الآب مملوء النعمة، حب، رحمة، حنان، عطف، شفقة، إحسان لمن لا يستحق.
قبل لمن يستحق، لأن دي النعمة، إني أديك وإنت ما تستاهلش، إني أديك بغض النظر أنت مين. عشان كده جال يصنع خير ويشفي كل مرض وكل ضعف للشعب. عشان كده واحدة من أعظم القصص قصة المجدلية التي غير حياة هذه المرأة الساقطة اللي بها سبعة أرواح نجسة لتصير مبشرة القيامة. نعمة، لكن النعمة مملوءة حق، قال الحق، عاش الحق، شهد للحق. وحنشوف في الآخر إيه هو الحق لما سألوا بيلاطس وما هو الحق. قال ما لم يعارض نفسه أبدا به، فكل ما قاله المسيح لم يكن هناك جملة تعارض الأخرى. هتقول لي إزاي؟ في جزء مشهور جدا في إنجيل متى وأصحاح 10 وعدد 34 لما بيقول كده المسيح ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وأحد الإخوة الأحباء على القنوات الفضائية بيقول أهو المسيح قال أنا جئت لألقي سيفا، وأنتوا بتقولوا أين هو السيف، السيف الذي يوجد سيف في المسيحية. بس أخونا الشيخ دوت ما كملش بقية المقطع اللي تقاله المسيح. قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، لأن حتقوم الكنة على حماتها والأب على ابنه والابن على أبيه. مين اللي هيحمل سيف؟ مش اللي هيؤمن بالمسيح، اللي هيحمل السيف هو أهل البيت اللي هيلاقوا ابنهم بقى مسيحي هيقتلوه، والحمل اللي هتلاقي كنتها بقت مسيحية فهتتبحها، مش العكس. المسيح شرح مين اللي هيحمل السيف. لما بطرس رفع سيفه ليدافع عن المسيح وهو بيلقى القبض عليه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، قال له رجع سيفك إلى غمده، الآخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، ولسبول أنا ده، وشفى أذنه وأعادها إليه. لم يناقض المسيح نفسه في كل ما قال، لأن الحق ليس به تناقض. لكن الأروع من أنه قال الحق إنه عاش الحق، لم يقل شيء لم يعيشه ولم يجسده ولم يصوره ولم نراه في حياته. قال العظماء يسودونهم والرؤساء يتسلطون عليكم، أما هذا فلا يكون بينكم، من أراد أن يكون لكم سيدا فليكن لكم خادما. العظيم اللي بيخدم مش اللي بيتسلط، العظيم مش اللي بيقعد على الكرسي العظيم، العظيم اللي بيخدم حياة الناس وبيغير حياتهم ده الخادم. هو عمل كده، هو غسل رجلين تلاميذه، هو دفع عليهم مستحقاتهم المالية، هو أطعمهم وسقاهم. قال أنا بينكم كمن يخدم وليس من يخدم، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. قال أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. طب أنت هتعمل كده؟ الشتم لم يكن يشتم عوضا، على الصليب وهو مهان ومسحوق ومطحون يقول يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. عبد رئيس الكهنة اللي جاي يقبض عليك انت تشفي ودنه المقطوعة، احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات. قال الحق، عاش الحق، لكن شهد للحق. في المحاكمة لما بيلاطس قال له أنت ملك؟ قال له من ذاتك تقول أم آخرون قالوا لك عني؟ هل أنا مالي؟ هم اليهود بيقولوا عنك كده، ماذا تقول عن نفسك؟ قال له أنا لهذا ولدت لأشهد للحق. فقال ما هو الحق؟ كل الناس بتقول إيه هو الحق، كل واحد عنده حاجة بيدعي أنه عنده الحق، وما هو الحق؟ بس يا خسارة موقفش يسمع الإجابة، مع أن الإجابة قالها المسيح كتير قوي، بسيطة جدا. الحق هو الله، الله هو كمال الحق، هو الخالق، هو نبع الحقيقة. عارفين هالحكاية دي بقيتها؟ وهذا الإله هو حب، الله محبة، محبة بيحبك
تستمتع به. والحب ده يطهر قلبك من أنانيتك ومن كبريائك. وتحب أخوك، أخوك في الإنسانية بغض النظر عن ديانته أو عقيدته أو إيمانه. ولما تحب أخوك في الإنسانية لا تصنع له شرا، المحبة لا تصنع شر للقريب، المحبة تصنع خير. هو ده الحق. الحق أن الله الخالق مملوء حب. مش كده ما قالوا الوصية الأولى والعظمى تلخص كل الألف كلمتين؟ تحب رب إلهك وتحب قريبك، ده الحق. قال الحق، عاش الحق، شهد للحق. بس يا خسارة، فين المشكلة؟ المشكلة إن قصة الحب ديت، قصة التواضع ديت تعبت الناس. أكتر ناس تعبوا مش الخطاة والعشرين والأثمة والفجار والصيع والبلطجية، لا لا، ده دول الناس اللي راحوا له لأنه غير حياتهم. أكتر ناس تعبوا رجال الدين اليهودي المتدينين حفظة الناموس، دول اللي تعبوا. ليه تعبوا؟ لأنه النور فضح الظلمة، لأن الحب فضح الكراهية وبينها، ولأن التواضع فضح الحسد والغيرة التي في قلوبهم. لما قدم للمحاكمة أمام بيلاطس، بيلاطس ابتدى يدافع عنه. أنا مش شايف الراجل ده ذنب، أنا مش عارف أنتوا جبتولي ليه، لكن حجلده واطلقه. قال لا 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 تصلبه. بيقول لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ليه؟ لأن الناس اللي جريت وراه بقى عنده شعبية كبيرة قوي. انتوا عارفين يعني حكايه الشعبيه ديت بتخلي الناس تغير قوي 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 قوي، صح ولا ايه؟ بقى عنده شعبيه كبيره، وبقى مطرح ما يروح الناس تتلف حواليه، والناس في دخول اورشليم هدفت ليه؟ ده الناس هتسيبنا وتمشي وراه. اقتلوه. الكبرياء رائحته عفنه، والحب رائحته والتواضع رائحته جميلة زكية جدا، تجتذب الناس التعبانة والمثقلة، لأن في التواضع شفاء ودواء. لكن حبه فضح الكبرياء، مش بس الكبرياء، فضح الكراهية والأنانية، ورى إن الكراهية شيء يستطيع الإنسان أن يستمتع به، لا في حياته الشخصية ولا في عيلته ولا في علاقته مع الناس. إن الدواء الحقيقي للعلاقة الإنسانية بين الله وبين الإنسان وبين الإنسان وبين أخيه الإنسان هو الحب، 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 مش الإعجاب، الحب. الحب اللي بدي نفسي وبدي اللي عندي عشان أسعد الآخر بغض النظر موقفه مني. بيقول كده المسيح لتلاميذه: أبغضوني بلا سبب. تكره واحد زي ده ليه؟ يتكره في إيه ده؟ يتكره في إيه؟ ولا حاجة واحدة هتخليك تكرهه؟ بس المشهد كله بغضة 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 بغضة. وبعدين بقى حتى زي اليومين دول لغايه دلوقتي يعملوا ايه؟ يروحوا دافعين للناس فلوس، يدفعوا للناس فلوس عشان يهتفوا مع اسلوبه اسلوبه اسلوبه، فيدفعوا للناس فلوس. زي اليومين دول برضو في الانتخابات، لا يدفع فلوس عشان الناس تصوت، وبعدين تكتشف في الاخر احنا صوتنا على ايه؟ يا دي الخيبه، يا دي النيبه. خدوا الفلوس وقالوا دمه علينا ولا أولادنا، ولعنوا أنفسهم بدم المسيح. وسنة 70 ميلاديا حرقت هذه المدينة ودمرت، ودمر الهيكل، ولن يبنى هذا الهيكل مرة ثانية. القصة دي فضحت الكبرياء والحسد، فضحت الكراهية والأنانية. نتخلص منه.
نتخلص من النور اللي مزغل العينين الناس ومزغل العينينا، نتخلص من النور اللي فضح رياءنا، رجال دين ولابسين ورايحين جايين من الهيكل وعاملين ومسويين، ومن جوه عظام يابسة، من جوه حقد وحسد وغيرة وضغينة، والدين تجارة. نتخلص منه نعمل ايه؟ نقبض عليه ازاي؟ برضو بالفلوس. وبالليل قال لهم انا كنت معكم كل يوم في الهيكل، انتوا ما كنتش محتاجين ليهوذا الاسخريوطي عشان يعني يبيعني، انا كنت معكم في الهيكل، كان ممكن تقبضوا عليا وانا مش هقاوم، وانا مش هقاوم. وبعدين قيدوه، انا مش هعرف، مش محتاجين، انا مش هعرف، انا اللي اسلمت نفسي. وبعدين قالوا الرجلين ديت لازم نسمرها الخشبة، الرجلين التي جالت تصنع خير وتشفي كل مرض وضعها في الشعب نسمرها، الإيدين اللي امتدت بالحب والعطاء والشفاء اللي لمست عينين الأعمى فأبصر واللي لمست الأبرص فطهر واللي لمست الميت فقام، نصلبها نسمرها، والجنب ده اللي امتلأ حنان وحب نطحنه وتخرج منه ماء ودم ونتأكد انه مات، مات الحب، مات الحب لتحيا الكراهية، مات النور لتحيا الظلم. ظنوا انهم بالقسوة والكراهية والعنف يمكنهم ان يقتلوا الحب وأن يدفن النور في قبر، لكن القيامة التي نحتفل بها اليوم التي هي حادثة تاريخية شاهدها أكثر من 500 شخص، يقول الكتاب كانوا شهود وشهداء، شهود وماتوا من أجل هذه الشهادة. هذه الحادثة التاريخية أعلنت أن الحب إن مات يقوم، أن النور لا يسجن في قبر، النور أقوى بكثير من الظلام. الصراع اللي احنا بنعيشه الأيام ده صراع بين الحب والكراهية، وإيماني في القيامة إن الحب هيغلب وحينتصر. والنور حينور العينين. دي الأغنية اللي عندنا، الحب أقوى بكثير، الحب يغيرني، خليني أسعد زوج وأسعد أب وأسعد إنسان مع كل الناس اللي بيحبوني واللي بيكرهوني، لأن أنا عندي النور، عندي الحب، عندي القصة ديت في حياتي، قصة الحب العجيب قد رواها لي حبيبي وجسدها وقال لي أنه قام بالحقيقة. اسمحوا لي نقف مع بعض. خلينا في لحظات وإحنا مغمضين عينينا، الحب ده في قلبك ولا مات الحب؟ التواضع ده جواك ولا أنت مشلول بكبريائك وبحسدك وبغيرتك من الناس؟ القيامة بتقول الحب أقوى، الحب غير العالم، التلاميذ اللي عاشوا خايفين على نفسهم الحب حولهم إلى شهود وشهداء لقصة الحب وغيروا العالم. الحب خلاهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت لأنهم أحبوا الناس وأحبوا سيدهم اللي شافوه وهو بيضع نفسه من أجلهم.
خلينا نقول تاني الترنيمة ديت. أيوة بالحقيقة قام. المسيح قام، المسيح قام، بالحقيقة قام، المسيح قام، بالحقيقة قام. خلينا نقول النشيد ده مرة تانية. المسيح قام. Oh,
اليوم ده لازم نصلي لمصر، في اليوم ده لازم نصلي لمصر في الأزمة وفي تالت موف إني مش كده. في ترنيمة اتعملت نعرف كلنا نصلي فيها لأجل مصر مش كده، بارك بلادي بارك بلادي، النشيد الوطني بتاع ميدان التحرير مش كده، بارك بلادي يا رب. احنا هنا جايين نقول لك مش بس عايزين نفرح هنا مع بعض مع اخواتنا، عايزين البلد دي يتصلح حالها يا رب. امين. بارك بلادي يا رب، عندك نور يكفي شق بيه الضلمه، عندك مطر يكفي للصحراء اللي موجوده عندنا، عندك خبز يكفي للجعانين اللي ابتدوا ياكلوا من الزباله الايام ديت. ارحم بلادنا يا رب، بارك بلادي. خلينا مع بعض كلنا نصلي. ممكن نطلع الكلمات بتاعت الميدان، عندك كلمات الميدان؟ مش كلماتنا هنا بتاعت الميدان. ايوه متشكرين. مهما كان الحال هتقدر يلي بتشق البحور، مهما كان على الارض ضلمه السماء مليانه نور، مهما كان الحال هتقدر يلي بتشق البحور، مهما كان على الارض ضلمه السماء مليانه نور. انت فوق الكل، انت فوق Yeah.
صلبة نقدر كلنا نتحد فيها. خلي بلدنا جنة. دي صراخنا الأيام ديت. اسمحوا لي إن نخرج ضيوفنا. إحنا وقفناهم كتير أو النهاردة. فاسمحوا لي إننا كلنا نقعد مع عدد الضيوف. اسمحين نخرجهم عندنا بس نستقبلهم فوق. وبعدين إحنا عندنا عطا وما مش هيدفعوا العطا فإحنا اللي هندفع العطا. وعندنا إعلانات تخصنا. فخلينا وهم بيخرجوا للريسبشن البسيط اللي بره دوت الأسيس سامح يجي يكمل نديهم يد وهم بيخرجوا. محدش يتحرك من مكانه بليز. الناس في الجاليري محدش يتحرك من مكانه في الجاليري. الأشرز يمنعوا الناس في الجاليري من الحركة من فضلكم. كملوا تحية سقفونهم وسعوا السكة للناس تعدي من فضلكم. تفضلوا استريحوا. خلونا نعبد الرب جمع عطايانا. هقرأ لكم أجمل ما كتب عن القيامة. بيقول بقيامة الرب خاف الموت ومات الخوف، فصرنا لا نخاف ولا نموت من الخوف. كل سنة وإنتم طيبين ومختبرين قوة القيامة. فين الأشر؟ صراحوا فين؟ عندنا عطا النهاردة بس مفيش بعد الظهر، لازم تدفعوا النهارده. ها ايه عيد نسيبهم؟ بالعكس، ده عشان يحطوا العيديه. بيقولوا لي سيبهم النهارده عيد. كل سنه وانتم طيبين، وان قيامه المسيح تكون قيامه لناس كتيره الايام دي. امين. واللي كنا بنسمعه في العظه، اللي كنا بنسمعه طول الخدمه والكواير، أعتقد كانت في رسالة قوية. عايزين نكمل صلاة إن الرسالة دي تخترق القلوب الأيام دي. أمين. نفسي نشكر الكواير على المجهود الجبار اللي عملوه. أعتقد العيد السنة دي مختلف. العيد مختلف مش كده؟ يستاهلوا. Thank you very much. النهاردة بالليل مفيش اجتماع. النهاردة بالليل عيد، ناكل بقى مع العيلة وكده. النهاردة أجازة صح؟ بكرة كمان أجازة.
عشان العيد، وهنبدأ اجتماعات من الأربع، مش كده؟ الأربع بيت الصلاة شغال من يوم الأربع، اجتماع الصلاة شغال، والاجتماعات في مواعيدها العادية جدا ما عدا النهاردة بعد الظهر وبكرة بعد الظهر. أعتقد سيد سيفن خلصوا ولا لسه؟ عايزين نحيي كل المشاهدين في كل أنحاء العالم ونقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، وتكون سنة جميلة عليكم وعيد قيامة جميل عليكم. خلونا نقف مع بعض وإحنا بنختم الوقت ده في ترنيمة، مش كده؟ يلي مت بدالي وشايل كل أحبالي في السماء دي شعبي، عمري ضاع واشتريته مع بعض بأبانا الذي بعدها البركة الرسولية
من الدكتور القس منيس عبد النور. سمعنا أبانا ونحن ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس إلهنا الواحد معنا كلنا الآن وإلى الأبد. آمين.